Syariah yang memiliki nomor peserta TQ 265 akan membacakan surah Al-Hajj dimulai dari ayat 49 dan seterusnya. Dewan Hakim yang kami hormati, Qari'ah yang memiliki nomor peserta TQ 265 akan membacakan surah Al-Hajj dimulai dari ayat 49 dan seterusnya. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ